next statement. That's a messy lane either. Messy lane either. It's in Giffen. يوم 26 هو مجرد يوم انه بيقول انه النساء في السعودية جادات على موضوع القيادة وانه هذا الموضوع راح ينتهي. حيكون في 26 نوفمبر وحيكون في 26 ديسمبر وحيكون في 26 يناير لحد ما يطلع رخصة سعودية لأول امرأة. اللي يفرق الحملة هذه انه الرجال صاروا ينزلوا مع النساء، الأب بيعلم بنته او الابن بيعلم امه، وهذا شيء يعني بالنسبة لنا جدا مشجع. الآن اللي احنا بنشوفه انه الحكومة بتشجع يعني بتغض الطرف عن القائدات، وهذا شيء جدا مشجع. يعني احنا كنا بس محتاجين تعاون رجل الأمن لما المرأة تطلع تقود انه لا يتم إيقافها، وهذا الشيء الآن موجود، فهذا بيشجع نساء أكثر انهم يطلعوا يسوقوا. النظام السعودي نظام ملكية مطلقة، انه انت تفرض عليه شيء هذا شيء غير معتاد في النظام السعودي. فاللي أنا أشوفه يعني أو المراقبين بيشوفوه انه أسلوبه فرض الرأي انه النساء بيطلعوا ما راح يثمر، لانه بالنسبه لهم راح يفتح عليهم باب لبقيه المطالبات السياسيه وبقيه مطالبات الحقوق المدنيه في البلد.